احبائي طلبه وطالبات الشهاده الاعداديه، اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامجكم مدرسه على الهواء. النهارده موضوعنا موضوع شيق جدا، هنتكلم عن شخص اسس مصر الحديثه في النصف الاول من القرن التاسع عشر. شخصيه عظيمه صنعت تاريخ مصر الحديث بحروف من نور. مش بس كده، ده كمان كان للشعب المصري دور كبير جدا في تولي هذه الشخصيه حكم مصر. يا ترى مين اللي تولى حكم مصر عقب جلاء الحملة الفرنسية في 1805؟ وهل الشخصية دي فعلا كانت تستحق ان هي تتلقب بلقب مؤسس مصر الحديثة في النصف الاول من القرن التاسع عشر ولا لا؟ ده اللي هنعرفه في الحلقة بتاعت النهاردة والمرة الجاية ان شاء الله في تاريخنا الحديث. خلوني مطولش عليكم واقول لكم ان شعب مصر العظيم كان ومازال يصنع ثوراته بأيديه، بمعنى انه بعد جلاء الحملة الفرنسية عن مصر سنة 1801، الفترة دي كانت فترة عصيبة جدا على مصر. تصارعت ثلاث قوى للوصول لحكم مصر. يعني زي ما بشرح كده لأولادي جوه الفصل، بقول لهم بعد ما رحلت الحملة الفرنسية مين يقعد على عرش مصر؟ مين يقعد على كرسي مصر ويتلقب بوالي مصر؟ الفترة دي كانت فترة صعبة جدا على مصر لأنه تصارعت ثلاث قوى للسيطرة على هذا العرش. يا ترى مين الثلاث قوى اللي فكرت تستولي على حكم مصر عقب رحيل الحملة الفرنسية عن مصر في 1801؟ ومين اللي استأثر بحكم مصر وأخدها وتلقب والي مصر؟ الفترة دي صار فيها المماليك والدولة العثمانية وكمان الإنجليز. المماليك كان هدفهم أن تعود مصر تاني دولة مملوكية، لكن الإنجليز أدركوا أهمية موقع مصر الاستراتيجي، خاصة بعد ما لفتت أنظارهم فرنسا لأهمية هذا الموقع. طب والدولة العثمانية يا ترى عايزة تحكم مصر ليه تاني برغم الضعف الكتير اللي كانت بتعيشه مصر في ظل الحكم العثماني؟ الدولة العثمانية شافت ان مصر دي هي تبعها، وان هي شاركت في اعداد جيش لطرد الحملة الفرنسية، وطبيعي جدا بعد جلاء الحملة الفرنسية ترجع مصر تاني ولاية عثمانية. وهو ده اللي حصل، اتصارعت ثلاث قوى على حكم مصر، وهو المماليك والانجليز والدولة العثمانية، واللي استثار بحكم مصر او فاز بحكم مصر هي الدولة العثمانية. عادت مصر ولاية عثمانية بعد جلاء الحملة الفرنسية عام 1801، بس الفترة من 1801 ل 1805 ما كانتش فترة استقرار سياسي، كانت فترة صراعات واضطرابات سياسية، وولاه ضعاف بيتولوا حكم مصر وبيفرضوا الضرائب والإتاوات لحد ما بتقوم ثورات في مصر لطرد هؤلاء الولاه. بعد ما رجعت مصر تاني ولاية عثمانية، بدأت الدولة العثمانية تفرض سيطرتها تاني على مصر، وتبعت لمصر ولاه، يا إما حكموها في فترة قليلة جدا، يا إما الولاه دول ما أثبتوش كفاءة في الحكم، يا إما الولاه دول فرضوا ضرائب وإتاوات والشعب المصري ثار عليهم. سنة 1804 حصلت ثورة كبيرة في مصر على والي عثماني فرض الضرائب والإتاوات. الشعب المصري رفض وقال احنا خلاص حملة فرنسية فتحت عيوننا، وبدأنا نشوف انه ما ينفعش نفرض ضرائب دون الرجوع للشعب، وكمان مفيش حاجة اسمها إتاوات، في دواوين تستشيروها في ده. فعشان كده سنة 1804 حصلت حاجة في مصر غيرت تقريبا تفكير المصريين، هو انه حصل أزمة اقتصادية في مصر، ففي ضوء ده الوالي العثماني فرض ضرائب وإتاوات على الشعب المصري. الشعب المصري صار جدا في الفترة دي ورفض هذه الضرائب والإتاوات. طيب مين بيظهر هنا ونجمه بيلمع قوي وبيقول للشعب المصري أنا موجود؟ جندي ألباني جاء مشاركا في الجيش العثماني الذي جاء لطرد الحملة الفرنسية من مصر، وصل وترقى وبقى قائد فرقة ولمع نجمه قوي بعد 1804. يا ترى مين الشخصية اللي بنتكلم عنها؟ هي شخصية محمد علي. محمد علي ازاي جه مصر؟ ده والي قائد عثماني جه مع الجيش الألباني اللي جه عشان يطرد الحملة الفرنسية، بس عجبته مصر وقعد فيها، وبدأ يتقرب من العلماء قوي ويخلطهم. وفي سنة 1804 أعلن نفسه بيجاهر بأنه بينضم للزعامة الشعبية وللعلماء. محمد علي كان شخصية في منتهى الذكاء، بدأ يفكر ويقول أنا دلوقتي طامع في عرش مصر وعايز أحكم مصر، طب مين مفتاح مصر؟ العلماء ورجال الأزهر الشريف هم المفتاح اللي هيفتحوا لي عرش مصر. وفعلا لما حصلت الثورة سنة 1804 اللي كان سببها فرض الضرائب والإتاوات من الولاة العثمانيين على الشعب المصري، انضم محمد علي لعلماء الأزهر الشريف. ده مش بس انضم،
ده جاهر وخالط العلماء، يعني فعلا انضم وبدأ يقول لهم أنا هحاول أتقرب شوية للوالي وأرفع عنكم الضرائب. ودي كانت حركة منتهى الذكاء من وجهة نظري في محمد علي. مش بس كده، محمد علي مش بس جاهر وانضم وأعلن إنه بيتقرب من الزعامة الشعبية، ده عمل حركة أقوى منها ذكاء. راح للزعامة الشعبية والسيد عمر مكرم قال له بقول لكم إيه، ما في والي عثماني ممكن يتولى عرش مصر، وهو مش بعيد لان ده كان بيحكم اقليم اسكندريه، فممكن يتولى عرش مصر. زعامة الشعبية سالته مين ده؟ قال لهم خورشيد باشا، وده راجل عثماني وممكن يتولى عرش مصر، وتاكدوا تماما انه لو تولى هيكون احوال مصر شويه افضل من كده. يبقى اقترح محمد علي ان يتولى خورشيد باشا حكم مصر. طيب هو محمد علي ليه عمل كده؟ ليه قال لهم رشحوا خورشيد ومترشحونيش انا؟ تفتكروا ليه؟ محمد علي لما عمل كده حب يدي رسالة للشعب المصري وعلماء الأزهر الشريف ويقول لهم إن أنا غير طامع في حكم البلاد. حكم البلاد كنت ممكن أقول لكم عينوني أنا والي على مصر، وأنا لسه مجاهر بحبي إليكم، وأعلنت إن أنا بتقرب إليكم وهرفع عنكم الضرائب والإتاوات. إلا إن محمد علي كان من الذكاء إنه ما يعلنش نفسه بشكل مباشر. قال لهم اختاروا خورشيد وهو والي ومن الدولة العثمانية، والدولة العثمانية مش ممكن أبدا ترفض هذا الوالي. وفعلا أرسلوا للسلطان العثماني اللي عين خورشيد باشا واليا على مصر بعد ثورة الشعب المصري في 1804. طيب إيه اللي يحصل من خورشيد باشا؟ خورشيد باشا جنوده بيقوموا بأعمال السلب والنهب وفرض الضرائب أيضا والإتاوات. طب هنا بقى الشعب لسه هيروح لمحمد علي تاني ويقول له اختار لنا واحد تاني؟ لا، بتتجلى الإرادة المصرية في 13/5/1805. يعني ايه بتتجلى الإرادة المصرية؟ يعني بتظهر بقى إرادة الشعب هنا، بتلمع وبتظهر وبتبان، وبيعلن الشعب المصري لأول مرة في تاريخه عن اختيار من يحكم. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الشعب المصري هيقول أنا عايز فلان الفلاني يكون والي على مصر، وبعز الوالي. هو ده اللي حصل في بيت القاضي أو دار المحكمة في 13/5/1805. بيقرر الشعب المصري عزل خورشيد باشا وتعيين محمد علي واليا على مصر. إيه ده؟ يعني الشعب المصري بيقف ويقول أنا مش محتاج خورشيد باشا واليا على مصر، وعايز محمد علي؟ آه. وهنا دايما بنجيب لك سؤال مهارات تفكير عليا ونقول تجلت الإرادة الشعبية الشعب المصري في عام 1805، أو تجلت الإرادة الشعبية في دار المحكمة 1805. يبقى هنا نقصد عزل خورشيد باشا وتعيين محمد علي بإرادة الشعب المصري. خدوا بالكم يا أولاد إن دي كانت المرة الأولى في تاريخ مصر الحديث اللي بيختار فيها الشعب المصري من يحكمه. الشعب المصري بيروح بيت القاضي أو دار المحكمة وبيعلن عن إرادته وبيقول نحن الشعب المصري قررنا عزل خورشيد باشا وتعيين محمد علي. طب هنعينه كده حكم مطلق؟ يعني هنقول له أنت حاكم علينا من غير شروط؟ لأ، الشعب المصري الحملة الفرنسية علمته كتير قوي في إدارة شؤون البلاد، وعلمته أن الحكم المطلق مفسدة مطلقة. يعني ايه؟ يعني لما بخلي حد يحكم حكم مطلق من غير ما يكون معاه حد بيشوره في إدارة شؤون البلاد، يبقى أكيد هيكون في فساد مطلق. طيب الشعب المصري هيقول لمحمد علي ايه؟ هيقوله نحن لا نرضى بوالي علينا إلا بك، يعني احنا مش عايزين حد يكون والي علينا إلا أنت بس بشروطنا. ايه بشروطنا دي؟ واحد، ألا تحكم إلا بالعدل، يعني يا محمد يا علي لما تيجي تحكم احكم بالعدل. اتنين، ألا تفرض أي ضرائب دون الرجوع للزعامة الشعبية. أنت كمحمد علي والي على مصر ما ينفعش تفرض ضريبة إلا لما ترجع لزعماء الأزهر الشريف طبعا بقيادة السيد عمر مكرم. طب كده إيه؟ كده محمد علي تعين والي على مصر بإرادة الشعب المصري. وخدوا بالكم بقى لما يجي يقول لنا إيه رأيك في موقف الزعامة الشعبية من محمد علي، ودي أسئلة مهارات تفكير عليا هنلاقيها كتير في امتحاناتنا. بقترح عليكم إن ده كان أول صق اجتماعي. صق يعني ميثاق، عهد بين الشعب والحاكم. احنا بنعينك بس بشروطنا. ايه هي شروطنا؟
ألا تحكم إلا بالعدل، وألا تفرض أي ضرائب دون الرجوع للزعامة الشعبية. وكده محمد علي يكون والي على مصر بإرادة الشعب المصري ولأول مرة في التاريخ. بس بيني وبينكم كده، الكلام ده كله بالنسبة لنا باطل، لأنه اللي بيعين أو بيعزل هو الوالي العثماني. هو ينفع كده الشعب المصري يشيل والي، بيحط والي من غير ما يرجع للسلطان العثماني في الأستانة ويقول له احنا مش عايزين خرشة باشا وعايزين محمد علي؟ بالتأكيد لا. السلطان العثماني بيبعت فرمان في 9 يوليو عام 1805 بعزل خرشة باشا وتعيين محمد علي. يبقى كده محمد علي اتعين بإرادة الشعب في 13/5/1805، لكن فرمان تعيين محمد علي وليا على مصر وعزل خرشة باشا كان في 9 يوليو 1805. ناخد بالنا قوي انه فعليا الشعب المصري اختار محمد علي، لكن رسميا كان لازم يجي القرار من السلطان العثماني بفرمان. يعني ايه كلمة فرمان؟ احنا ما نقول فرمان فرمان فرمان، يعني قرار من السلطان العثماني واجب التنفيذ. السلطان العثماني هيبعت ورق منشور رسمي بيقول فيه نحن السلطان فلان الفلاني قررنا عزل خرشة باشا وتعيين محمد علي واليا على مصر وبتاريخ كذا، وبيمضي وبيختم السلطان العثماني. معنى كده ان محمد علي تم تعيينه بإرادة الشعب المصري في 13/5/1805، لكن بإرادة او بموافقة السلطان العثماني في 9 يوليو عام 1805. محمد علي كده واليا على مصر، بس ناخد بالنا ان في طوق في رقبة محمد علي. يعني ايه الطوق ده؟ في شرطين ناخد بالنا منهم: الا تحكم الا بالعدل، والا تفرض اي ضرائب دون الرجوع للزعامة الشعبية. معنى كده ان في اتنين هيراقبوا محمد علي. الرقيب الاول هم علماء الازهر الشريف اللي هيفرضوا ويشوفوا محمد علي بيمارس العدل والمساواة من الشعب المصري ولا لا. والشرط التاني هو الضرائب، هل انت بتفرض ضرائب دون الرجوع للزعامة الشعبية ولا لا؟ تفتكروا شخصية محمد علي القيادية الطموح اللي عنده ده هيخليه يتقيد بالشروط دي ولا هيحاول يفك القيود؟ ده اللي هنشوفه. محمد علي بعد ما تعين واليا على مصر عام 1805 لم يكن الطريق أمامه موهدا أو حتى مفروش بالورود. برهن لم يكن الطريق أمام محمد علي مفروشا بالزهور والورود. ممكن يجي لنا حاجة زي كده في الامتحان؟ وارد جدا، ما احنا ممكن نديكم مدخل جمالي كده ويكون ورقة الامتحان كلها كلمات جميلة زي الورود والزهور. فعلا محمد علي أول طريقه كان مفروش بالشوك. شوك هنكتب كده في الامتحان؟ لا طبعا مش هنكتب كده، بس عشان نبقى فاهمين واحنا بنذاكر. في صعوبات واجهت محمد علي وفي تحديات واجهت محمد علي. في صعوبات يعني في مشكلات، والتحديات أيضا يعني مشكلات. طب هو محمد علي قابل ايه من مشكلات؟ ده راجل جاي متعين بإرادة الشعب المصري، هل ممكن تقابله مشكلة وهو في ظهر الشعب المصري؟ في 4 تحديات واجهت محمد علي. التحدي الأول اللي واجه محمد علي هو محاولة نقله لولاية سالونيك. محمد علي سنة 1806 حاول يتنقل السلطان العثماني لولاية سالونيك. تاني تحدي واجه محمد علي زي ما احنا شايفين على الشاشة حملة فريزر عام 1807. المشكلتين دول بيني وبينكم كده كانوا برعاية إنجليزية. يعني إيه برعاية إنجليزية؟ يعني إنجلترا هي السبب في المشكلتين دول لمحمد علي، محاولة نقله خارج مصر وكمان حملة فريزر الإنجليزية. طب دول مشكلتين برعاية إنجليزية، طب المشكلة الثالثة والرابعة الزعامة الشعبية والمماليك. طب هي الزعامة هتعمل له إيه؟ دي الزعامة لسه مأيداه ومعيناه، هو هتعمل له إيه؟ هنشوف. والمماليك هم لسه عايشين؟ اه عايشين، وهنشوف محمد علي هيعمل معاهم ايه. تعالوا نبدا مع اول مشكله ونشوف محمد علي حلها ازاي. اول مشكله هي كانت محاوله نقل محمد علي الى ولايه سالونيك. المحاوله دي كانت 1806. ادركت انجلترا ان وجود محمد علي على عرش مصر بيهدد مصالحها. يعني ايه بيهدد مصالحها؟ يعني مش هتقدر تتاجر في مصر ومش هتقدر تحقق مصالحها الاقتصاديه جوه مصر. طب تعمل ايه؟ راحت للسلطان العثماني وطلبت منه نقل محمد علي خارج مصر. ايه ده؟ يعني انجلترا هتتدخل وتحاول تنقل محمد علي؟ فعلا. والسلطان العثماني بيبعت فرمان عام 1806 بنقل محمد علي من مصر الى ولايه سالونيك. طب ايه اللي ممكن يحصل؟ ده السلطان العثماني هينقل والي من مكان لمكان، هو حقه.
طب احنا كشعب هنعمل ايه؟ للمرة التانية بتقف الشعب المصري بظهر محمد علي، المرة الأولى كانت في تعيينه، المرة التانية كانت في محاولة نقله. طب الشعب المصري هيعمل ايه مع محمد علي؟ هيروح للسلطان العثماني ويعدل القرار ده من نقل محمد علي إلى ولاية سالونيك بتثبيت حكم محمد علي على ولاية مصر. الزعامة الشعبية بتروح للسلطان العثماني فعلا وبتقابله وبتقول له احنا محتاجين محمد علي، لو سمحت ما تحاولش تنقله. وفعلا السلطان العثماني بيسمع كلام الزعامة الشعبية وبيطلع فرمان، يعني قرار واجب التنفيذ، بتثبيت حكم محمد علي على ولاية مصر عام 1806. كده أول مشكلة واجهها محمد علي الزعامة الشعبية كانت في ظهره. يعني إيه الزعامة الشعبية كانت في ظهره؟ يعني سندته وحلت له المشكلة بمنتهى البساطة، لأنه ده السلطان، هو اللي يعين وهو اللي يعزل وهو اللي ينقل. يعني لو ما كانش الشعب المصري وقف جنب محمد علي سنة 1806، كان بمنتهى البساطة محمد علي مبقاش ليه وجود، وما كانتش هتتبني مصر الحديثة بفكر حديث على يد محمد علي. طب كده المشكلة الأولى اتحلت. المشكلة التانية حملة فريزر. حملة إنجليزية جت لنا عام 1807 بقيادة فريزر، وده راجل إنجليزي. طب إنجلترا بعت الحملة دي ليه؟ إنجلترا بعتت الحملة دي لكذا سبب. أول سبب هو تعيين محمد بك الألفي، وده كان أحد زعماء المماليك اللي كانت بتأيدهم إنجلترا. تاني هدف جات ليه الحملة دي هو احتلال مصر. طبيعي إنجلترا أدركت أهمية موقع مصر الجغرافي والاستراتيجي بالنسبة لموقع مستعمراتها، فبالتالي عايزة تحتل مصر. طيب الهدف التالت عزل محمد علي. يبقى حملة فريزر جات لنا لثلاث أسباب. أول سبب جات الحملة دي بسببه هو عزل محمد علي وتعيين محمد بك الألفي واحتلال مصر. تفتكروا الحملة دي ممكن تنجح؟ تعالوا بص، احنا جايبين لكم صورة كده لشكل الزعامة الشعبية في الوقت ده لما حاولت تقاوم حملة فريزر. طبعا حملة فريزر جاية بجيش واسطول وواقفة على سواحل مصر الشمالية عند رشيد وحماد واسكندرية، وفعلا دخلت السواحل الاسكندرية. ولكن اهل رشيد وحماد زي ما انتم شايفين دلوقتي في الصوره او هتشوفوها دلوقتي على الشاشه بيقاوموا حمله فريزر. المقاومه دي مقاومه باسله، قاوم فيها الشعب المصري من اهالي رشيد وحماد حمله فريزر. وفعلا الحمله دي فشلت ورجعت خارج مصر، بس قبل ما ترجع عمل معاهم محمد علي معاهده صلح، او زي ما نقول اتفاق كده، تبادل اسرى. يعني ايه تبادل اسرى؟ يعني احنا هنديكوا الاسرى الانجليز بتوعكم وادونا كمان احنا الاسرى المصريين، وده كان جانب كده من جوانب المقاومه اللي كانت موجوده في رشيد وحماد. فعلا اتهزمت الحمله ورجعت، وافرج محمد علي عن الاسرى اللي كانوا موجودين في مقابل الافراج عن الاسرى المصريين، ودخل محمد علي اسكندريه منتصرا. يبقى كده محمد علي للمره الثانيه ولا الثالثه؟ لا الثالثه، اللي بيقف فيها الشعب المصري في ظهره. تعالوا كده نفتكر المرة الأولى والتانية. المرة الأولى اللي وقف فيها محمد الشعب المصري مع محمد علي لما عينوه حاكما على مصر أو واليا على مصر. المرة التانية في محاولة نقل محمد علي إلى ولاية سالونيك وتم تثبيت حكمه على مصر. المرة التالتة لما أهالي رشيد وحماد وقفوا لحملة فريزر، وبالتالي فشلت حملة فريزر ودخل محمد علي الإسكندرية منتصرا. دي كانت نتائج حملة فريزر عام 1807. طيب دلوقتي لازم محمد علي يرد الجميل للشعب المصري، صعب ولا لا؟ سهل، يعني طبيعي. الناس دي وقفت معاك مرة واثنين وثلاثة واربعة، المرة الأولى لما عينوك، المرة التانية لما سندوك في محاولة نقلك، المرة التالتة لما قاوموا حملة فريزر اللي كانت جاية بتهدد عرشك. طيب تفتكروا الطوق اللي أنا قلت لكم عليه؟ الطوق ده اللي هو ايه؟ الشرطين اللي حطهم السيد عمر مكرم لمحمد علي. ادرك محمد علي قوة الزعامة الشعبية، وقال ان الزعامة الشعبية دي كان ليها رأي كبير جدا في ان انا احكم البلاد وان يحافظوا على عرشي، عشان كده لازم اخلص من الزعامة الشعبية. وفعلا عزل السيد عمر مكرم من نقابة الاشراف ونفى الى دمياط. المشكلة الثالثة او الرابعة والاخيرة كانت مع المماليك. المماليك كانوا عنصر قلق قوي بالنسبة لمحمد علي. محمد علي حب يتخلص من المماليك، بس التخلص كان بوصمة حار. محمد علي راح بالمماليك وتعقبهم في كل مكان وطردهم في كل مكان، وفي النهاية عمل لهم مذبحة شهيرة اسمها مذبحة القلعة في مارس عام 1811. لما يجي يقول لنا ما رأيك في مذبحة القلعة،
مذبحة القلعة كانت بمثابة وصمة عار في جبين محمد علي. وبكده نكون عرفنا الأربع مشكلات اللي واجهت محمد علي. المشكلة الأولى محاولة نقله، المشكلة الثانية حملة فريزر، المشكلة الثالثة الزعامة الشعبية اللي تخلص منها بنفي السيد عمر مكرم إلى دمياط، المشكلة الرابعة كانوا المماليك. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا النهاردة، وافتكروا دايما إن احنا عندنا واجب حل تدريبات كتاب المدرسة. آخر 30 ثانية معايا هقول لكم فيها إجابة السؤال اللي كنا بنتكلم فيه، من ماذا يحدث إذا دخل نابليون بونابرت عكا؟ كانت هتفشل حملة نابليون بونابرت على الشام بسبب محاصرة الأسطول البريطاني لسواحل البحر المتوسط. شكرا ليكم وشكرا لمتابعتكم، وهستنى إجاباتكم وحلكم للواجب على موقع جروب المدرسة. دمتم في أمان الله، أشوفكم الحلقة الجاية.